السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا، قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف للياء. في البداية طبعا معلش على التأخير الفترة اللي فاتت الطويلة دي، والله عندي شوية ورق مصالح حكومية كده بنخلصه، انتوا عارفين المصالح الحكومية وكعبلتها، بس ربنا ييسر إن شاء الله قرب يخلص الورق إن شاء الله. النهاردة طبعا بمناسبة وصول القناة 20,000 مشترك، طبعا ده بالنسبة لقناة هادفة، قناة تعليمية، يعتبر إنجاز الحمد لله، غير القنوات الهلس وقنوات الكلام الفاضي. احنا قناتنا قناة تعليمية الحمد لله، قناة مفيدة، 20,000 يعتبر إنجاز فيها الحمد لله. ولاحظت طبعا إن في مازالت القناة شغالة، وفي نسبة مشاهدات، وفي نسبة مشتركين، رغم توقفي عن القناة تقريبا شهر ما قربتش على القناة، بس الحمد لله في الاشتراكات شغالة، والاشتراكات بتزيد، عدد المشتركين بيزيد والحمد لله. فبالمناسبة دي إن شاء الله، طبعا في اتصالات بتجيني على التليفون كتير بخصوص مشروع الأغنام، مشروع تسميد الأغنام أو مشروع الأغنام عموما. ولاحظت إن عملت فيديوهات في بداية القناة، أول 4 فيديوهات اتكلمت فيهم بالتفصيل عن مشروع تسميد الأغنام من ناحية النظرية. طبعا معلش الفيديو ده ممكن يطول شوية عشان محدش يقول لي اختصر ومش اختصر، اختصر، شوف أي حد يختصر لك وكلمه وسيب الفيديو بتاعي أنا بشرح بصورة تفصيلية للمبتدئين، عشان ما تدخلش في مشروع ما انتش عارف أصله من فصله وبعد كده تخش وتندم. لا، أنا بديك واقع عملي، تجربة عملية، خبرة عملية. المهم أنا شرحت في أول أربع فيديوهات تقريبا في بداية القناة الجانب النظري من مشروع الأغنام. بس لاحظت نفس الأسئلة بتتكرر على التليفون. أنا عملت القناة دي مخصوص عشان اتصالات بتجيني كتير، عشان أوفر الكلام الكتير التكرار ياما. اتفرج على الفيديو، أي سؤال مختصر بعد كده مفيش أي مشكلة، اتفضل اللي انت عاوزه. عموما عملت 4 فيديوهات مقدمة عن تسمين الأغنام. ده كان أول فيديو للقناة في القناة، وكان الفيديو ناتج من مجموعة أسئلة بتتكرر كتير 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 كتير، كل اتصالات بتكرر نفس الأسئلة، والأسئلة هي يعتبر 3 أسئلة أساسيين. لما أشتغل في مشروع الأغنام، أشتغل أمهات يعني أجيب نعاج وتولد، أو معيز يعني وتولد، ولا أشتغل تسمين، وأدخل كام راس، وأدخل إمتى. دول اعتبروا 3 أسئلة الأساسيين اللي دايما بتسألهم في بداية مشروع الغنم، وهل مشروع الأغنام ده مربح ولا لا. فهنعيد الفيديو ده، هنعيد بعض الفيديوهات القديمة، عشان طبعا بما انه ما شاء الله المشتركين، عدد المشتركين زاد، وانا عارف ان في اعاد ناس كتيرة من المشتركين ما تفرجتش على الفيديوهات القديمة، فلعلها بتتابع الحديث بس اللي بيجي جديد. فهنعيد الفيديوهات، طبعا الكلام كله بيكون من وحي افكاري من دماغي، يعني ما هوش كلام مرتبه في ورقة وهنقراه نفس الفيديو هيكون القديم، لا، بحكي لك واقع عملي، تجارب عملية، بحكي لك واقع السوق عندنا. طبعا في فيديوهات تانية هنعيدها، لان انا كنت اغلب فيديوهاتي بتتكلم عن يعتبر خاص بمصر، فيديوهاتي كانت خاصة بمصر. طبعا ما شاء الله المشتركين نسبة كبيرة من خارج مصر، في من السعودية، في من اليمن، في من الإمارات، في من الكويت، في من ليبيا، في من المغرب، في من تونس، في من فلسطين، في من الأردن، ما شاء الله جميع البلدان العربية ما شاء الله، وفي من برة الوطن العربي كمان. فطبعا من خلال جمعي للمعلومات والبيانات اللي بتجيني من برة، في فيديوهات لازم نعمم معها من الخارج، بالذات في فيديو الأعلاف. هنعمل فيديو مخصوص للأعلاف تاني عشان ندخل فيه باقي البلدان العربية، مش هنتكلم فيه خاص بمصر، لأن العلفة أنا عامل علفة خاصة بمصر، ولكن تيجي تستخدمها برا بيكون سعرها غالي، وفي بدايل أرخص منها وأفضل منها. فده كله هيجي في وقته إن شاء الله في فيديو الأعلاف. معلش طبعا الفيديو ده زمان ممكن يطول شوية. قلنا طبعا عشان نتكلم بداية، ده يعتبر فيديو مقدمة عن مشروع تسمين الأغنام، وبالذات أنا اخترت الوقت ده لأني في ناس بتبدأ تحب تدخل غنم بدري قبل العيد ب7-8 شهور، بيسمن على مهله، فدي بداية موسم تدخيل الأغنام لبعض المزارع. فقبل ما تبدأ في مشروع تسمين الأغنام، رقم واحد زي ما قلنا بيسألني أدخل أجيب أمهات ولا أشتغل في التسمين. ده راجع للإمكانيات، يعني
عشان تجيب امهات اعمل حسابك الامهات محتاجه مرعى او بمعنى اصح محتاجه على فرخيص، لان الامهات قاعده معاك طول السنه، الام على مدار السنه موجوده معاك. لو النعجه هتصرف معاك بالمصري هنا هتصرف معاك 3 4 جنيه في اليوم، يعني في السنه هتصرف حوالي 1300 جنيه 1400 جنيه ده في السنه بس لو صرفت في اليوم 3 او 4 جنيه لو انت قافل على النعجه ما بترعاش بيها، ما فيش مرعى، يعني المزرعه مغلقه، كل الاكل انت بتشتريه. يبقى في الحاله دي النعجه ده لو بتصرف 3 4 جنيه انا معناها ده مصروف يعتبر قليل على انك لو قفلت عليها هتصرف 1300 400 جنيه، هتلاقي مصروفها عالي جدا اخر السنه، بالتالي مش هتلاقي ارباح من المشروع. طبعا عشان ادخل امهات يبقى لازم يكون عندي ايه؟ لازم يكون عندي مرعى او على فرخيص، بمعنى ان انا ممكن يكون عندي اراضي كبيره، اراضي بزرعها بحش منها، معايا برسيم، معايا ذره، معايا اتبان، تبن فول، تبن فاصوليا، دي كلها بتطلع من الارض بتبقى رخيصه لما تكون مزروعه من ارضي، او انا في وسط منطقه زراعيه باخد بالفدان بالفدانين بالثلاثه واخزنهم عندي مخازن كبيره، يبقى ده على فرخيص. طبعا اللي بتعتمد الامهات بتعتمد اعتماد اساسي على المراعي، اعتماد كبير مش اساسي، اعتماد كبير على المراعي. المهم فانت لو هتشتغل في موضوع الامهات لازم يكون عندك مرعى او عندك على فرخيص. طب انا ما عنديش، انا في مكان في مدينه بعيد عن الاراضي الزراعيه، بعيد عن الاعلاف الرخيصه، اسعار الاعلاف تعتبر غاليه في وسط المدينه، وعندي مكان مقفول مش هينفع ارعى بيهم، اطلعهم بره. يبقى الافضل ليك التسمين، يبقى ما تشتغلش في الامهات، اشتغل في التسمين افضل. التسمين بتشتري الخروف بتدخله بتعلفه، بياكل قد كده، بيزيد بقد كده، بيتباع بقد كده، معادله محسوبه، معادله سهله بالنسبه للخروف التسمين غير الامهات. الامهات زي ما قلت لك قاعده طول السنه راس مال ثابت، بتصرف طول السنه، ما فيش وقت بتقفل فيه بقها، على طول شغاله في الاكل. فالامهات لو في مرعى اشتغل في الامهات، ما فيش مرعى وما فيش على فرخيص يبقى تشتغل في التسمين افضل. دي من ناحيه النوع المشروع. كلام النظر ده مهم جدا جدا جدا، ده يعتبر الخطه اللي انت بتمشي فيها في المشروع. لازم قبل اي مشروع بتعمل دراسه جدوى، بتعمل مسار بتمشي فيه، خطه بتمشي فيها، هو الفيديوهات النظريه دي. الفيديوهات النظريه دي هي تعتبر الخطه اللي انت هتمشي عليها. فزي ما قلنا مفيش مرعى يبقى تشتغل، وما فيش على فرخيص يبقى تشتغل في التسمين افضل. دي رقم واحد. رقم اتنين قلنا ادخل امتى. لو انا هشتغل في التسمين بيكون لها معاد. دورة التسمين بتختلف طبعا على حسب الوزن اللي انت عاوزه في النهاية، على الوزن اللي انت مدخله، وزن بتعتمد على طول طول الدورة، يعني بيعتمد على وزن الدخول والوزن اللي انت عاوزه اخر الدورة. وزن المثال للدخول من 20 ل 25 كيلو، ده افضل وزن يعتبر من 20 ل 25 كيلو. وزن الخروج المثالي من 50 ل 60 كيلو، من 20 ل 25 طلعه من 60 ل 65 تسمين سريع، تسمين مفتوح. المفروض معدل الزياده في الخروف الشهريه بالنسبه للخروف البرقي، طبعا هنتكلم عن معدلات الزياده بعدين لان في كل خروف بتختلف. اقل خروف عندنا في مصر هنا الخروف البرقي، اقل خروف ومعدل التسمين بتاعه هنقوله معدل من 6 ل 7 كيلو، يعني من 20 ل 25 تطلعه من 50 ل 60، يعني عاوز على الاقل 4 في 7 ب 28، 28 و 25 يعني 53، يعني عاوز من 4 ل 5 شهور، من 4 ل 5 شهور اللي هو الخروف عاوز تطلعه، دخله من 20 ل 25 طلعه من 50 ل 60، من 4 ل 5 شهور تسمين سريع. هنتكلم عنها بعد كده برضك، التسمين السريع والتسمين البطيء هنعيدوها برضك كلها، هنتكلم ان شاء الله في فيديوهات جايه باذن الله. احنا كده هنبدا في مشروع التسمين مع بعض واحده واحده ان شاء الله من البدايه. هنبدأ بالجزء النظري. زي ما قلنا كده، يبقى الخروف بتدخل مثلا من 20 25 بتطلعه من 50 ل 60، عاوز من 4 ل 5 شهور، من 4 ل 5 شهور. طيب انا ادخل امتى؟ هتدخل امتى؟ دي طبعا راجعه لاهم حاجه في مشروع التسمين وهو التسويق. انت لو بتسوق عندك خبره في التسويق، عندك زبون، يبقى تدخل في اي وقت في السنه، مالكش وقت معين. طالما عندك زبون طول السنه يبقى تدخل في اي وقت في السنه، مفيش وقت معين. لا والله ما عنديش زبون، يبقى تخليك في دورتين، دوره رمضان والعيد، هم يعتبروا دوره واحده لان فرق بين رمضان والعيد شهرين،
مش فارق يعني. هي الدورة نفسها الكبر، الحاجة اللي كبرت بتبيعها في رمضان، واللي بتبقى بتسيبه لعيد الأضحى. يبقى البيع بتاعك يكون في رمضان والعيد، عيد الأضحى. يعني تدخل إمتى؟ قبل العيد بأربع شهور، قبل رمضان عفوا، قبل رمضان بأربع شهور. يعني في جمادى أول، جمادى تاني، رجب، شعبان، يبقى تطلع دخل في جمادى أول، جمادى أول وجمادى تاني ورجب وشعبان، تبيع في رمضان. إذا تبقت معاك حاجة تسيبها شهرين، تسيب الصغير شهرين يكمل لعيد الأضحى، أو تدخل الدورة اللي أنت تدخلها تخلي فيها أحجام متفاوتة. يعني مثلا من 18 17 كيلو ل 30 كيلو، بحيث ال 30 لما يستوي يجهز للرمضان تبيعه في رمضان، والصغير يكمل لعيد الأضحى. دي الوقت، ده الوقت اللي أنت تدخل فيه لو إن عند، لو ما فيش عندك خبرة في التسويق. دي السوق فيها بيكون مفتوح شوية في رمضان وفي عيد الأضحى. دي كده قلنا تحدد نوع المشروع، أمهات ولا تسمين، أدخل إمتى، العدد. العدد أدخل كام؟ ناس كتير بتوصل عليا جاي من برا مصر ومعاهم فلوس وعاوزين يستقروا في مصر، مصريين يعني كانوا في الخارج وجايين عاوزين يستقروا في مصر وعاوزين يعملوا مشروع كبير 200-300 راس، وما فيش أي خبرة، ما فيش أي خبرة لا في تربية ولا في تسويق ولا في أدوية. يبقى في الحالة دي ما ينفعش إنك تغامر وتخاطر. أي مشروع في الدنيا رقم واحد معتمد على التسويق. يعني إنك تسمن الخروف وتطلع، لما تاخد خبرة بيكون سهل جدا تطلع 1000 خروف، بس المشكلة في البيع، تسويق، سوق. تعرف تسوق، تعرف تعمل أضخم مشروع في العالم. ما تعرفش تسوق، يبقى تخلي مشروعك بحجم التسويق، مشروعك بحجم التسويق بتاعك. مهما كانت عندك خبرة مش هتقدر تضخم المشروع طالما مفيش تسويق. التسويق هيجي ازاي؟ التسويق هيجي بالخبرة، بالممارسة مع الوقت. ده يعرفك انت لسه اول مرة في المشروع، محدش عارف انت بتبيع غنم، محدش عارف انت بتسمن خرفان. ده عند ده فلان واحد بياخد منك خروف، تعال يا فلان صاحبي في الشغل انا عندي خرفان، لو عندك عقيقة، عندك مناسبة، ماشي، عاوزين نضحي، مش عاوز اضحي ولا حاجة، عندي خرفان كويسة. ده بيكلم ده، ده بيكلم ده، ده بيكلم ده، ده بيكلم ده. السنة الجاية انت جبت منين؟ انا جبت من واحد ده لحمته حلوة، لحمته تمام. ده مين ده؟ فلان. بتلاقي العملية بتنتشر وتبدأ تتوسع واحدة واحدة. فانت عندك الساعة تبدأ بمية خروف؟ لا، ما انصحكش تبدأ بمية خروف، ما فيش خبرة. يبقى تبدأ بعشرين خروف. عشرين خروف هتاخد خبرة في شراهم، لانك انت ممكن تشتري غالي في الاول. هتاخد خبرة في تربيتهم، الامراض اللي هتواجهك. مهما هشرح لك نظري وتطبيق عملي، لازم انت بايدك تكون عايش في وسط الغنم عشان تفهم وتعرف كل حاجة. مهما اشرح لك نظري لازم تطبق عملي، وده حاصل معايا كتير. ناس كتيرة شرحت نظري ياما قبل ما ياخدوا الغنم، واللي خفت منه حصل عندهم، لازم يقعوا فيه عشان يتأكدوا ان انا الكلام اللي بقوله صحيح. المهم يبقى انت قلنا الخبر، العشرين خروف هتاخد فيهم الخبرة واحدة واحدة في الشراء. هتعرف تشتري منين ارخص حاجه، وهتعرف تنقي الخروف بعد كده. الخروف اللي انت شفته بعد كده وحش، انا جبته ده طلع وحش، عرفت شكل الخروف الوحش، عرفت ازاي اجيب من منين، اجيب من مكان رخيص، عرفت الادويه، نوع الادويه، عرفت الادويه اللي بستخدمها، عرفت منين اجيب اعلاف رخيصه، اكون اعلاف رخيصه. وبعد كده بدات اعمل لي زبون واحده واحده وانا شغال. الزبون كبر، جبت 20 بعتهم، الدور بعدها ممكن اجيب 30 لو لقيت السوق مفتوح معايا شويه، ممكن يزود بعد كده. توسعت معايا وعرفت تجار بتشتري كويس بسعر كويس، ما في تجار كتير حرامية، عرفت تجار بتبيع بسعر كويس، اشتريت، اتعاملت معاهم، خلاص عرفتهم، عرفت السوق، بدأت تدخل في السوق، تبدأ تكبر واحدة واحدة، تلاقي نفسك ماشي تمام التمام. النقطة الأخيرة، يبقى احنا زي ما قلنا العدد واقف على الخبرة، واقف على السوق بتاعك. ما تبدأش بعدد كبير عشان ما تقعش منك الغنم وتندم، حتى لا قدر الله لو انت لسه بتتعلم وحصلت خسارة، بتحصل خسارة ضعيفة، تقدر تقوم على رجلك وتكمل تاني وتصلح الغلط اللي انت وقعت فيه. الغلط اللي انت وقعت فيه يتصلحه في الدورة اللي بعديها على طول. كده عرفنا نوع المشروع، تشتغل امهات ولا تسمين، ادخل كام راس، ادخل امتى. مشروع الاغنام انا بدأتها بالعكس، مشروع الاغنام مربح ولا لا؟ دي اول سؤال بيتسال، بس انا جبته في الاخر، مشروع الاغنام مربح ولا لا؟ لان كل الحاجات اللي قلتها دي معتمده على الربح، معتمده الربح معتمد على كل الحاجات اللي قلتها قبل كده. اول حاجه الربح معتمد على حاجات كتير. رقم واحد خبرتك في الشراء. الخبره مش هتيجي غير بالممارسه، مهما اشرح لك مش هتفهم.
لازم تروح وتمارس وتنزل السوق، ودي يضحك عليك مره وبعد كده تفهم ده حك عليك فيه، تعرف تجيبه بعد كده، تعرف ان ده سعره كان غالي، تعرف تجيبه ارخص شويه، وتتعرف على ده وتتعرف، وده يعرفك انك بتشتري تاجر، فيعرف انك انت بتستخدم على طول، بتشتري باستمرار، فلما تجيله يديك سعر من الاخر ما يحسبكش زبون جاي تشتري مره واحده كده وخلاص، يعرف انك انت دايم بيديك السعر من الاخر بعد كده، لانك انت عاوز هو عاوز يحافظ عليك كزبون بحيث تاخد منه باستمرار، فلما يعرف انت دايم في الشغلانه هيديك السعر من الاخر، هيديك سعر رخيص. يبقى الاربعه متوقفه على خبرتك في الشراء، خبرتك في التربيه من ناحيه استخدام الادويه، مفيش استخدام ادويه زايد عن اللزوم، بتستخدم الادويه المطلوبه فقط لا غير، مش ضرب ابر ضرب ابر ضرب ابر وخلاص مصاريف، وممكن الابره غلط تدمر الخروف، لا، تشتغل على الادويه على حسب الحاله فقط لا غير، ممنوع ادويه زياده عن اللزوم، منها مصاريف ومنها ممكن تضر الخروف. يبقى خبرتك في الشراء، خبرتك في الرعايه من ناحيه الادويه، من ناحيه الاعلاف، ناس كثيره بتعمل اعلاف وبتشتري اعلاف غاليه جدا 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 جدا، وده هنتكلم عنه في حلقه الاعلاف ان شاء الله. في اعلاف شركات كويسه بتصنع اعلاف 18% بروتين، السعر بتاعه ب 5 جنيه ونص وب 6 جنيه، انا ممكن نعمل علفه نخبطها على ايدي والعلفه ما تتجاوزش ال 4 جنيه ونص و 18% بروتين، يعني في فرق حوالي 1500 جنيه في الطن، فرق ياما، فرق كتير. ده طبعا راجع على الخبره، انت ما عندكش خبره وبتشتري العلف الجاهز ده، العلف كويس بكل حاجه بس سعره غالي زياده عن اللزوم، يبقى انت كده جزء كبير من ارباحك رايح في العلف. يبقى انت خبرتك في شراء الخروف، خبرتك في الرعايه من ناحيه الادويه، من ناحيه الاعلاف، واهم حاجه خبرتك في التسويق. انت ممكن تربي، تجيب خروف رخيص، تدي علف رخيصه، علف كويسه، يعني تجيب علف بسعر رخيص وبروتين كويس، جاي مستخدمت ادويه على المقد المظبوط بالظبط، والغنم طلعت تمام وصحتها تمام. تيجي النقطه الاخيره، تيجي تبيع ما عندكش سوق، ما تعرفش تبيع، تلاقي نفسك غصب عنك بتبيع، لان اذا ما بعتش الخروف بياكل ويزيد. اذا فات الموسم بتاعه، انت في العيد فات الموسم العيد، بعد العيد بحوالي شهرين ما فيش بيع ولا شراء، واللي بيشتري بيشتري ببلاش، الخروف بينزل من ثمنه حوالي 500 جنيه، 500 جنيه ده مكسبك راح، انت كده سلمت مكسبك. ولو انت ما عندكش زبون وحبيت تبيع ولقيت نفسك خلاص مزنوق ويجي ياخد منهم تاجر، التاجر عاوز ياخد مكسبك كله، مكسب الدوره كلها عاوز ياخده، ففي الحاله دي هتطلع خسران بالثلث. انت جبت كل مشروع تمام 100%، جيت تبيع راح مكسبك كله. فطبعا زي ما قلنا، مشروع مربح ولا لا، طبعا نقطه عفوا دي في نقطه المفروض تتاول، اول حاجه الارزاق بيد الله، دي رقم واحد، دي رقم واحد طبعا، بس احنا بنقوله الاخذ بالاسباب، بنتكلموا على الاسباب اللي تاخد بيها عشان ربنا يوفقك في مشروعك ان شاء الله وينجح وتمسك منه ارباح. طبعا في النقطه الثانيه، النقطه الثانيه قلتها، خبرتك في الشراء، خبرتك في الشراء واقفه على اثنين، اختيارك تعرف تنقي الخروف ازاي، تنقي خروف سليم صحيح تاكله يزيد معاك وفي نفس الوقت مفيش امراض، خروف شبعان لبن متاسس مظبوط، سنه صغير وحجمه كويس شبعان، ده بيدخل معاك اعلاف وادويه اقل ما يمكن، امراض بيعتبر صفر ان شاء الله، مفيش امراض بإذن الله. أما الخروف تسترخص الخروف وتجيب خروف تعبان ومتنيل وقديم عنده 5-6 شهور مش جايب 20 كيلو، ده بتنفخ فيه ما تنفخ ما بيزيدش، زيادته ضعيفة جدا جدا جدا. فخبرتك في شراء الخروف من ناحية السعر ومن ناحية الجودة، إزاي تختار الخروف التسمين، وأنا عامل فيديو مخصوص طريقة اختيار خروف التسمين، إزاي تعرف تنقي وتختار خروف التسمين. إن شاء الله لو جه قدامنا هنعيده مرة كمان بإذن الله. دي كده أول فيديو إن شاء الله، مقدمة عن تسمين الأغنام، أو قبل ما تبدأ في مشروع الأغنام، قبل ما تبدأ في مشروع الأغنام لازم تسمع الفيديو ده كويس عشان تفهم النظام ماشي إزاي. طبعا هحدثكم بعد كده عن نظام السوق في مصر، طبعا وخليه في الفيديو ده أحسن، معلش الفيديو هيطول شوية، احنا دخلنا في 20 دقيقة كده، بس هو موقعه أحسن في الفيديو ده. من ناحية المشروع مربح ولا لأ، برضك كلام في آخر بند، طبعا هنا في مصر يعني معلش في سياسة غلط في المبيع والشراء، الأسعار بتعوم عوم جامد، يعني النهاردة العجل الذكر، عجل البقر بيتباع ب 45 جنيه الكيلو، السعر العادل بي المفروض 55 جنيه عشان المربي يعرف يلاقي فيه، 55 53 52 دي أقل حاجة، يعني في انخفاض في السعر 7 جنيه، لو العجل 400 كيلو يعني 7 في 7 في حوالي 5000 جنيه، لو معلش لو 7 في 4 يعني في 2800 جنيه ناقص،
ممكن ما يلاقيش هو 2000 جنيه في العجل، معنى كده انه بيخسر في العجل 1000 جنيه. يعني هو ممكن يلاقي في العجل اخر الدهر ممكن يلاقي فيه 3000 جنيه. قاعد له 6 7 شهور بيع اللي فيه ولا 10 شهور. يجي في الاخير يسيب من ثمنه 1000 جنيه، يسيب من راس ماله 1000 جنيه فحرام. فده للاسف سياسه غلط في المبيع والشراء، في اداره غلط في اقتصاد الاغنام والمواشي. طبعا انخفاض المواشي بيتاثر بالمواشي المستورده اللي هي الابقار المستورده من بره، بيتبعوا تباعا تلقائي. بمجرد ما بتنخفض اسعار المواشي، الخروف بتاعنا، الخفان بتاعتنا، البلدي بتاعتنا، البرقي والرحماني والاسيمي ده كله ملوش يعني ما بيتاثرش بالخروف المستورد البلغاري والروماني. ناس معتزه بخروفها الوطني بتاعها، الاغنام بتاعتنا، البرقي والرحماني والاسيمي والبلدي. ولكن بيتأثر المبيع بتاعه بمجرد ما تنزل أسعار المواشي، بدل ما الواحد يشتري خروف ب3000 ونص ولا ب4000، خروف مثلا 60-70 كيلو، لا يروح يشتري خروف، يروح يشتري نص عجل، يروح يشتري على الأسعار دي ممكن يشتري نص بقرة. لما العجل اتذكر ب45 جنيه الكيلو، معنى كده البقرة ممكن يجيب له بقرة لحم حلوة مظبوطة 500 كيلو ممكن يجيبها ب16000، ياخد له 16000 يشتركوا فيها أربعة، كل واحد هياخد له على الأقل 50 كيلو لحم، 50 كيلو لحم صافي، مش خروف 50-60 كيلو قايم بصوفه وبجلده بكله، ياخد 50 كيلو صافي لما البهائم بتنزل. فالناس بتبتعد عن الغنم وتتوجه للمواشي لما المواشي تنزل. فهي دي سياسة. بس المشكلة مع استقرار الأسعار عندنا، لما الأسعار تكون مستقرة بالسعر العادل، مشروع الأغنام مربح مش وحش. بس المشكلة زي ما قلت لك، لما يحصل من الدولة انخفاض مفاجئ للأسعار، دي هي المشكلة. دي حصلت السنة اللي قبل اللي فاتت، حصل انخفاض شديد شديد شديد، الناس خسرت بمئات الألوف، تجار الأغنام خسروا بمئات الألوف، ربنا يعوض عليهم إن شاء الله. طبعا ده أول فيديو لينا إن شاء الله، هنبدأ بسلسلة من الأول كده إن شاء الله من ناحية النظرية إن شاء الله. طبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو، في نقطة معلش نسينا نتكلموا عنها، احنا ذكرتها في الاخر افتكرتها، انا بقول لك الكلام مش محضره فممكن يجي تسلسل مختلف. السؤال اللي بيتسأل برضك معلش في بداية المشروع بيتسأل نوع الخروف ادخل نوعه ايه. عندنا احنا في مصر هنا 4 انواع اساسية، البرقي والرحماني والبلدي والاسيمي. طبعا بيسألني ادخل نوع ايه، برقي ولا رحماني ولا اسيمي ولا بلدي. البرقي اغلاهم في مصر، الخروف البرقي اغلى خروف في مصر. التلاتة زي بعض، الرحماني والبلدي والاسيمي يعتبروا زي بعض. التلاتة مشهورين بليتهم الكبيرة، الطرفة بتاعهم، العقد بتاعهم، اللية بتاعتهم كبيرة. البرقي اصغر خروف في اللية واصغر خروف في الحجم. الخروف البرقي عمر سنة بيتراوح وزنه من 50-60 كيلو متوسط. الخروف الرحماني عمر سنة ممكن يوصل 100 كيلو لو الخروف معلوف ومتأسس كويس، ممكن يوصل 100 كيلو عمر سنة. والبلدي والاسيمي نفس النظام، نفس الحجم بتاعه، بس العقد اللي هي بتاعته ممكن توصل 12 كيلو، اللي هي لوحديها فقط لا غير، ممكن توصل 10-12 كيلو لما هو يبقى 100 كيلو. انا كنت تابع خروف 105 كيلو كانت ليته على الميزان 12 كيلو. فناس بتسال ادخل برقي ولا رحماني ولا اسيمي ولا بلدي، اقول لك مش باختيارك انت، باختيار منطقتك، المنطقه بتاعتك شغاله في ايه، ايه المطلوب فيها. احنا هنا في اسكندريه القاهره مطروح، المطلوب رقم واحد البرقي، رقم واحد الخروف البرقي، هو اقل معدل تحويل واغلى خروف، اقل معدل تحويل الخروف البرقي وهو اغلى خروف. يبقى انا مش بشتريش من دماغي، لا، بنشوف المنطقه اللي انا هنبيع فيها طالبه ايه. انا في اسكندريه المطلوب برقي، يبقى ما نجيبش غير برقي. هتجيب رحماني هتجيبه رخيص وهتكبره وكل حاجه، بس كده تبيعه ما تعرفش تبيعه، يبقى انت عملت ايه في المشروع؟ ما عملتش حاجه. تشوف السوق طالب ايه، احنا قلنا الارباح كلها متوقفه على السوق بدرجه كبيره، يبقى انا اشوف السوق بتاعي طالب ايه واشتغل فيه. السوق طالب برقي يبقى اجيب برقي، السوق طالب رحماني اجيب رحماني، السوق طالب بلدي اجيب بلدي، السوق طالب اسيمي اجيب اسيمي. اللي طالب السوق اللي انا هبيع فيه هو اللي اجيب منه. ومعلش الفيديو ده طول شويه، وصل 25 دقيقه، بس عشان توصلك المعلومه سليمه ومظبوطه. في النهاية طبعا ما تنساش الاشتراك في القناة لو عجبك الفيديو، الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وان شاء الله بعد كده متابعين مكملين مع بعض على طول بإذن الله، إلا لو حصلت ظروف من عند ربنا. ادعو لنا بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.